كانوا زي ما بنتابع مع حضراتكم استمرار القصف على قطاع غزة واستمرار الحصار، لكن الحقيقة أن الحصار مش بس على قطاع غزة، في حصار آخر تكنولوجي مفروض على كل من يدعم القضية الفلسطينية وكل من يرفض العدوان الإسرائيلي. منصات التواصل العالمية زي فيسبوك فرضت إجراءات لتقييد أو منع المنشورات اللي بترفض العدوان الإسرائيلي، وناس كتير جدا تم حظر حساباتها. محمد، حقيقة جمالة زي ما بتقولي هو حصار تكنولوجي، حصار من نوع آخر، وكأن في حرب تكنولوجية بتدور في مواقع التواصل الاجتماعي. الولايات المتحدة اعتبرت منصات زي إكس اللي هو تويتر سابقا، يوتيوب، إنستغرام، على قامت بحذف فيديوهات بتكشف حقيقة الحرب الدائرة هناك وجرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل في غزة. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر إيه اللي بيدور وإيه الحصار التكنولوجي وإيه القصة وإيه الحكاية مع المهندس شريف اسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات اللي بينضم إلينا عبر الهاتف على الهواء. صباح الخير باشمهندس، عايزين نعرف السادة المشاهدين إيه حكاية الحصار التكنولوجي ده؟ مواقع تواصل اجتماعي كتيرة جدا بتتكلم على فيسبوك وغيره، ناس بينشروا منشورات وبوست بتدعم القضية الفلسطينية وبيلاقوا إن المنشورات دي بتختفي وبيتم حظرها، إيه الحكاية؟ أهلا بيكم وأهلا بالسادة المشاهدين. خلينا نقول إنه في حرب تكنولوجية، في حرب تكنولوجية، الأدوات بتاعة الحرب دي بتختلف من منصة لمنصة. للأسف ناس كتيرة جدا مننا لما بتعمل حساب على إحدى هذه المنصات ما بتخشش تبص التفاصيل بتاعة شروط الاستخدام بتاعة المنصة. فأول سلاح بتستخدمه المنصة هو إن يكون المحتوى يتعارض مع شروط الاستخدام. فحضرتك مثلا بتتكلم على يعني دعم القضية في غزة ونشر بوست على المجازر والمذابح اللي بتحصل في غزه. طبقا لشروط الاستخدام ممكن تكون الصوره فيها، الصوره نفسها هي اللي فيها مشكله. الصوره يكون فيها دماء كثيره مثلا. فشروط الاستخدام بتقول ان الصور اللي فيها دماء كثيره يتم حجبها علشان ان ممكن يكون في شباب اصغر سنا، لان هي المنصه بتبتدي من سن 13 زي فيسبوك. فاول مرحله بتكون استخدام الادوات الشرعية، اللي هو أنا دخلت لقيت صورة، الصورة دي فيها إشكالية، بقوم عامل ريبورت على الصورة. يعني النقطة دي مفهومة زي ما حضرتك قلت، صحيح زي ما حضرتك قلت العناصر الشرعية زي ما حضرتك أو الطرق الشرعية دي مفهومة، يعني إن كانت الفيديو أو الصورة في دماء دي مفهومة بالظبط. ده أول، دي أول حاجة. في بقى إيه، في أدوات في النص شوية قبل ما نروح للأدوات الغير شرعية. الأدوات اللي في النص هي إيه؟ انه زي ما احنا عندنا لجان بتعمل يعني بعض الاوقات تاخد مسار في شبكات التواصل بدعم قضيه ما ولا حاجه، الاطراف الاخرى برضه عندها لجان. فاللي بيحصل ايه؟ انه بنيجي نلاقي بوست، البوست ده ما فيهوش حاجه، لكن من كتر الريبورتس اللي بتتعمل عليه السيستم اوتوماتيكيا بيقوم موقف البوست لحد ما بني ادم يبص عليه. البني ادم اللي بيبص عليه ده بقى ممكن يقدم رجله ويأخر رجل. يعني انا النهارده مثلا حضرتك حطيتي بوست، البوست ده انا شايفه ان هو مسيء، قمت مكلم 200 واحد من اصحابي قلت لهم خشوا على البوست ده كلكم عاملين له ريبورت. لو في 200 واحد عملوا ريبورت على نفس البوست، البوست هيتعمل له يعني مش هيتحذف بس هيتشال في صندوق كده اسود لحد ما بني ادم يبص عليه. البني ادم ده ممكن يقدم رجل واخر رجل لان طبقا لسياسه الاستخدام 7 ايام. طب باشمهندس شريف انا كنت عايز اسالك، دي كلها ما زالت لغايه دلوقتي طريقه ما تقدريش تمسكيها قوي على المنصه. ان هو يعني بيقول لك ما اي حد بيعمل ريكورت بس تكتب اي حته في النص ان هو بيقدم رجل واخر رجل، ان اخبطوا فيها الشروط بتقول انه لازم يبحث في الكليم ده لمده خلال اسبوع، فيقعد اسبوع عمال بياخد فيها قرار. طب ده بشكل تكنولوجي مفهوم استاذ باشمهندس شريف. انا عايز اسال حضرتك في نقطه مهمه جدا، لانه مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي اصبحت سلاح مهم لتقديم الرؤيه او الروايه الفلسطينيه العربيه للراي العام العالمي. يعني مهم جدا طبعاً ان نتواجد بكثافه على كافه المنصات. هنا السؤال المهم، احنا ازاي ممكن ناخد حقنا؟ لانه دايما قالوا لنا انه يعني السوشيال نتوركس او مواقع التواصل الاجتماعي دي هي فضاء جديد للحريه والراي في كل مكان في العالم.
ازاي احنا كعالم عربي كنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دي نوصل صوتنا للعالم بشكل يتجاوز اي منع او حظر؟ لان الفتره اللي فاتت شفنا شويه شباب بيعملوا حيل كده يعني على المواقع دي عشان يفكوا الحظر، ازاي نوصل صوتنا بشكل سليم؟ في الحظر التلقائي اللي بيحصل ده بيحصل نتيجه ثانيه، يعني انا كنت بقول لك دلوقتي واحد يقدم رجله واخر رجله عشان البلوك. في بعد كده السلاح بتاع الحظر التلقائي، الحظر التلقائي ده بيحصل بانه السيستم بيدور على كلمات مفتاحيه معينه. الكلمات المفتاحيه المعينه ده هي هو بيبقى مشكلها من شروط الاستخدام، فيلاقي مثلا كلمه ايه؟ كلمه ذبح، كلمه قتل، كلمه يعني في مجموعه كلمات كده مفتاحيه، فاول حاجه الشباب بيعملوها بيغيروا الكلام، يعني يكتبوا مثلا حروف بالعربي والانجليزي نصين مثلا. يعني يقسم الكلمه الى نصين فالسيستم ما ياخدش باله منها، فلا يتم حجب البوست اليا. انما كل ده هو ممكن التعامل معاه، وكل الحاجات الاليه دي ممكن التعامل معاها لانها دي ما زالت في اطار الحد الشرعي. انما اللي بيحصل دلوقتي انه في يعني هنقول ايه تعديلات بتتم على الخوارزميات بتاعه اعاده النشر وبتاعه ظهور البوست، اللي بيها ان هي ممكن ما تتحذرش وانت ما تكتشفش انها اتحجبت، لكن ما توصلش لاصحابك كلهم. بمعنى ده اللي احنا شفناه فعلا يا باشمهندس. تعمل البوست دوت انت عندك من ضمن اصدقائك في 500 شخص، فلما بتعمل انت شير للبوست ده المفروض انه يظهر على التايم لاين بتاع ال 500 شخص. اللي هيشوفه في الحقيقه ما بيبقاش 500، لانه ممكن ما بقاش انا فاتح الفيسبوك والبوست بتاعك يفضل ينزل في التايم لاين لحد ما انا عشان اوصل له ابقى بسكرول داون كتير. اللي بيحصل ايه؟ ان احنا بنفتح الفيسبوك بنشوف اول كام حاجه وخلاص. صحيح. فالفكره دي ان انت عملته ال 500 وال 500 شافها اللي يقدر يشوفه، دي بيتم التحايل او التلاعب فيها انه بيتعمل ايه؟ انه بدل ما بتتنشر ل 500 لا بتتنشر ل 50. فبيتم التحايل عليها برضه يا باشمهندس، صحح لنا المعلومه دي، بيتم التحايل عليها انه في وسط، يعني لو حد بينشر محتوى متعلق بفلسطين وما يحدث في قطاع غزه، في النص بيروح نشر محتوى ملوش علاقه بالموضوع وبعدين يكمل كده. نشر المحتوى بالظبط كده بالظبط كده، دي الطريقه بتاعه التحايل اللي بتحصل، ان هو يقوم ايه يقوم حاططها في وسط حاجه ثانيه. لكن هي الخوارزميات نفسها بتشوف البوست ده بيتكلم عن ايه وتقلل الريتش بتاعه. يعني هذه الطريقه دي فعاله يا فندم، الطريقه دي فعاله يا باشمهندس، وظهر في التايم لاين بتاعك، يعني هو بقى بيكون عامل ايه؟ يقوم باينها في التايم لاين بتاعك، فتبقى باينه في التايم لاين بتاعك وباينه في التايم لاين عند ناس ثانيه، ولكن مش بالعدد اللي يخليها تنتشر الانتشار اللي المفروض تنتشره. لان هو كل اللي محتاج يعمله ايه؟ يعني هي متواليه هندسيه، كل اللي محتاج يعمله انه مثلا لو انت عندك 500 شخص. وضحت الفكره يا فندم، بس بعد اذنك خليني اروح مع حضرتك لنقطه ثانيه، واحنا بنتكلم على شركه ميتا والمنصات اللي بتمتلكها وكل حضرتك يمكن كل الطرق ومحاولات يعني اخفاء الحقيقه وكل المنشورات او المحتوى المتعلق بفلسطين. على الجانب الاخر بنتابع مثلا اكس او اللي كانت سابقا تويتر، شفنا ايلون ماسك بيتحدث عن انه حاليا منصه اكس هي المنصه الاكثر حريه، وانه كل الاراء وكل التعليقات الموجوده على هذه المنصه بتبقى موجوده بالفعل ولا يتم حذف اي منشور، هل هذا حقيقي يا فندم؟ ده حقيقي فعلا، لانه ايلون ماسك يعني شخص ماشي بدماغه. لكن انا عايز برضه افكركم بحاجه، انه هي السلاح دوت لا يستخدم ضدنا فقط، عشان ما نفتكرش انه السلاح ده تم استحداثه علينا. لو تفتكروا انه نفس السلاح ده استخدمه الحزب الديمقراطي ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، واللي خلى دونالد ترامب يعمل شبكه التواصل بتاعته لوحده، لانه يعني استخدموا احدى الحاجات الانتقاديه وقاموا حاسفين له الحساب بتاعه. فهو نفس المنهج هو بيتم استخدامه. ايلون ماسك شخص له ميول في اتجاه الحريات معروفه. هو لما اشترى تويتر هو حط له القاعده، قال لهم نمشي على الكتاب بالمسطره. عشان كده ما بيتمش حذف الحاجات اللي هي تتفق مع سياسه الاستخدام. يعني هو ماشي على الكتاب بالمسطره مع الناس كلها، لكن هو برضه يعني لازم نشير الى النقطه بانه الشبكات دي تم استخدامها
سياسيا قبل كده ايام الانتخابات الرئاسيه الامريكيه اللي فاتت. دايما بنشوف ده باشمهندس اسكندر، دايما فكره تسييس شبكات التواصل الاجتماعي، ودي فكره بنشوفها في مواقف كتيره جدا، استخدام المواقع دي كاداه سياسيه بشكل كبير. حضرتك قلت لنا بعض الحيل اللي بيلجا اليها النشطاء او الشباب اللي هم مثلا يكتبوا الكلمه فلسطين بحروف متقطعه، او يحطوا زي ما جمانه قالت مضمون مختلف، او حروف انجليزي وعربي. طب الى جانب الحيل دي، انا كناشط ازاي اشتغل في هذا الفضاء الالكتروني، او واحد عايز ينصر القضيه الفلسطينيه يقدم الروايه العربيه للقضيه دي، نصائح حضرتك يشتغل ازاي فضاء تويتر؟ هل فعلا اكثر حريه؟ ممكن يعمل على منصات تانية، في منصات بديلة ممكن تبقى موجودة؟ هو طبعا تويتر أكثرهم حرية، لكن هي يعني احنا محتاجين انه نقلل شوية من عملية الاستسهال بتاعنا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في فرق كبير جدا ما بين ان انا اشوف بوست واعمل له شير، وان انا اشوف بوست واعمل له كوبي وابعته للتايم لاين بتاعي. الفكره بتاعت الشير دهوت، بما انه بيبقى البوست ده واخد نفس الاي دي، فالتعديله بتاعت الخوارزميات يعني بتاثر فيه جامد جدا. بس انا بعمل شير، معلش يا فندم، انا بعمل شير هنا عشان اوزعه اكتر ناس، يعني عملت له كوبي كله وقمت نشره تاني باسمي، ففي الحاله دهيت الخوارزميات هتتلخبط فيه، عايزين الانتشار بتاعه. معلش انا عايز افهم النقطه دي، معلش، يعني حضرتك بتقول لنا بلاش نعمل شير كتير عشان ده يعني هيظهر ان المحتوى ده يمكن حجبه او حظره بعد كده؟ طب انا الهدف ان انا انشره لاكبر نطاق من الناس يشوفوه يتابعوه. لا، ما انا هقول لحضرتك، انت دلوقتي لما بيجي بوست تعمل له شير، ايه اللي بيحصل؟ انت بتاخد البوست ده وتبعته لاصدقائك. طيب انا ما بقولكش ما تبعتش البوست لاصدقائك، انا بقول لك انك بدل ما تعمل له شير، ايوه، اعمل له كوبي وبيست بوست جديد باسمك. عشان ما يبانش الرقم بتاع الشير يعني اللي يطلع. لا، مش بس ما يبانش رقم الشير. اللي بيحصل ايه؟ ان الخوارزميات اتطبقت على الرساله الاصليه. اللي هي في الشير بتاعها قللتها بنسبه 90%. لما انت تعمل لها شير زي ما هي، الخوارزميات هي هتقلل لك الشير بتاعها بنسبه 90%، فتوصل ل 10% من عندك. لكن لو انت خدتها كوبي وبيست من اول وجديد، عمال ما الخوارزميات تتعامل معاها على ان هي نسخه من الرساله الاصليه، هتكون وصلت لعدد كبير من الناس بتوعها. تمام. يعني طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس شريف اسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات. وفي يعني واحنا بنتكلم في النقطه دي تحديدا، هي لو ما كانش لصوتنا اثر، ولا لو ما كانتش كلماتنا مسموعه عامه، ما كانش حصل كل ده على مواقع التواصل الاجتماعي، ما كانوش حاولوا يتطرقوا لطرق شرعيه او غير شرعيه لاخفاء كل هذه المنشورات واخفاء هذا المحتوى. فبكل تاكيد استمروا كلمتكم مسموعه. طب، وده اكبر دليل انها مسموعه. نستغل كل لحظه في اننا نوصل صوتنا للعالم، ونصحح بعض الروايات للاسف المغلوطه عن القضيه الفلسطينيه.